أخوك على عبد قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. سبحانك ربنا وأنت القائل لموسى عليه السلام كن واثقا من رزق مضمون ما دامت خزائني مملوءة وخزائني لا تنفذ أبدا. يا موسى لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا يزول أبدا. يا موسى لا تأمن مكري حتى تدخل الجنة وفي الجنة أصاب آدم ما أصابه فلا تأمن مكري أبدا. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله محمد صاحب الخلق الأسمى والمقام الموهوب اسمه على باب الجنة مكتوب من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكبوب أول من تنشق عنه الأرض حيث النجاح أو الرسول ماء حوضه مورود خاتم النبوة على كتفيه مضروب به تتعلق الآمال وإلى مسجده تشد الرحال وبالصلاة عليه تنفرج القروب. يقول زنون المصري لأبا الحسن البصري يا أبا الحسن رأيتك البارحة في رؤياي على غير هيئتك ولحيتك الكافة هذه مزدادة بالزمرد والياقوت ومرصعة بالجواهر فقل لي ما صنيعك في هذا. فقال لي أمي رحمها الله كانت في زيارة أهلها فعادت من السفر متعبة فنامت فنظرت على قدم أمي فوجدت ترابا كثيفا على قدم أمي فجئت بشيء من الصوف كي أنظفها فخشيت أن تستيقظ أمي وجئت بالماء الدافئ كي أنظفها فخشيت أن تستيقظ أمي فسجدت تحت قدميها وبلحيتي أخذت أنظفها حتى تعبت فنمت فأصبحت على ذلك. قال يا أبا الحسن بذلك نلتها. الأم إذا افتقدناها فقد افتقدنا الحنان كله أما الوالد إذا افتقدناه فقد كسر الزهر الأكبر أما الشقيق إذا فقد فقد كسرت اليمنى أما الصديق إذا فقد فقد ضللت الطريق أما الأخت إذا افتقدت فقد افتقدت ابتسامتك فها هي الحياة الدنيا لقاء الله هو الباقي. حقا ما في الحياة بقاء ما في الحياة ثبوت نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت كل البرايا تموت فوحدوا من لا يموت. أيها السادة الحضور الكرام هي بنا نعطر هذا المكان بالقرآن ليلة تكريم الأم المربية الفاضلة حرم الراحل الكريم العميد عليه والملاح فنسأل الله أن يجعل القرآن هدية لها في قبرها اسم جميع أسر وعائلات الملاح وجميع أسر وعائلات قرية سنهر الكرام يشكرون كل من شرفنا لأداء واجب العزاء. هي بنا إلى ساحة القرآن من هنا من محافظة القليوبية إلى محافظة الشرقية نلتقي مع العلم القرآني الإذاعي الشهير فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ إذاعات مصر والعالمين العربي والإسلامي فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا فتحاً
قريبا. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
لسه في كمان عام. هو بيبدا من طول. الله الله. لسه عايزين نوصل لوكسور. الله يبارك لك. احنا كده بنبدا من طول. فين لوكسور؟ ودينا لحد لوكسور ورجعنا. عليك. الله الله يرحمه. هجيب لك فاتح للشهية بس. والذي أرسل رسوله بالهدى صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله 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 والذين معه أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله
صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على سيدنا النبي. الله يفتح عليه. محمد رسول الله شاء من شاء ونبى من أمر. صلى الله عليه وسلم. صلى وسلم وبارك عليه. هو رحمة للعالمين. شاء من شاء وأبى من أبى. ثاني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. واتقوا الله إن الله سميع عليم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة. وعد الله الذين الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم فوق صوت النبي
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. كان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا والكفر
الفسوق والعصيان هنا وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والله ونعمة والله
عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء والشهداء ويجعلها من اهل الابراج. الله يا عالم، الله يا معلم، يا اكبر عمة في مصر. الله فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن فاءت
إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخيكم واتقوا الله. واتقوا الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واجعل القرآن حجة لنا لا علينا. حقيقة ماذا أقول وشيخنا خطف العقول بأداء مسقلة وصوته معسول. فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ إذاعات مصر والعالمين العربي والإسلامي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. ليلة تكريم الأم المربية الفاضلة حرم الراحل الكريم العميد علي والملاح. فنسأل الله أن يجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية لها في قبرها، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اسم السيد العميد طارق الملاح، السيد المقدم محمود الملاح، السيد النقيب محمد الملاح، والملازم أحمد الملاح، ملازم مصطفى الحنفي، والملازم محمد طاهر الملاح، السيد سعد الملاح، والأستاذ طاهر الملاح، السيد الرائد محمود الحنفي، والرائد صبري محمد شلبي، السيد محمد علي المحامي، جميع أسر وعائلات قرية سنهر الكرام. اشكرونا كل من شرفنا وزارة الداخلية الكرام، حفظ الله مصر وشعبها وجيشها ورئيسها. شاكر لحضراتكم ولجميع مشارك العزاء. اشكر ايضا صاحب الفراشة الحديثة العالمية والانارة الذهبية والهندسة الاذاعية والخدمة الفندقية، طارت عميد مقاولي اعمال الفراشة العالمية حاج محمد قناوي وابناه بناي، مهندس امين محمد هناوي. اشكر ايضا المهندس احمد الجعبري الذي ينقل لنا هذه الليلة عبر التواصل الاجتماعي، ومحمد البري
أيها السادة الكرام، قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: من عز أخاه المؤمن توجه الله بتاج الكرامة يوم القيامة. أشكر أيضا كل من توافد من مركز شبين القناطر ومركز سوخ ومركز قليوب، كل من شرفنا من السادة عمد ومشايخ البلاد ووزارة الداخلية. شاكر لحضراتكم ولجميع مشارك العزاء.